العالم عايزك تقول ايه؟ العالم بيخاف من صوتك لم يكن فاتح فم ولم يكن مصفصف. صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب. فجأة بتطلع صوت الرب. لما بتطلع صوت الرب انت امكانيات صوتك بتتنقل من صوت واحد الى صوت ضجة. امكانيات، طب انا قاعدة في البيت وبصلي، صوتي ده هيأثر في ايه؟ لما بتنطقي صوت الرب، ما يقوله الرب، الصوت اللي خارج منك في اوضتك بيعمل دوشة في الممالك، لانه مبقاش صوتك فيما بعد بيبقى صوت الرب. كلكم عارفين الجملة، يمكن قلتها في اجتماع الاثنين، انا مش فاكر، انا عندي اجتماعات كتيرة حصلت الوقت اللي فات. اول ما زكريا فتح قال ان ابنه يبقى اسمه يوحنا، فتح فمه. اول ما بتنطق السماء بتقول ايه على الزمن اللي جاي، فجأة كل حاجة بتنفجر. زكريا الى هذا الوقت كان كاهن، اول ما زكريا نطق السماء بتقول ايه على ابنه بقى نبي وابتدأ يتنبأ. اول ما فمك يبتدي ينطق السماء بتقول ايه على الزمن اللي جاي، مش بابل بتقول ايه عن اللي حاصل تحت رجليك، فجأة بتحصل ترقية في الروح في حياتك. صوت اللي جاي من هيكل لو بقى ماشي مع صوت الرب بيبقى صوت الرب. صوت من الهيكل، صوت من الهيكل، صوت الرب مجازيا أعدائه. محتاج جدا، مهم جدا، الرب محتاج صوتك انه ينطق السماء بتقول ايه، صوتك الناطق السماء بتقول ايه على الزمن اللي جاي. هو ده جرزيم، بتبارك الزمن اللي جاي. ده بيبقى صوت ضجيج بيعمل تأثير أكبر من الطبيعي. قبل أن يأخذها الطلق، كمل معي، ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاط ولدت ذكرا. من سمع مثل هذا أمور غير معتادة، أؤمن بأمور غير معتادة في المنطقة بتاعتنا. بصوا، ممكن تسمع الجملة دي وتقول عادي، في حاجة بتحصل في المنطقة بتاعتنا، مش عشان إخواتي، ليه إخوات من الأردن هنا، مش عشان اخواتي موجودين، انا كنت في اوكي، كنت في لبنان الويك اند اللي فات ده في مؤتمر، والرب كلمني بكل وضوح الثلاث بلاد دول، مصر الاردن لبنان، في فجاه في نهضه هتحصل، فجاه. اصبروا عليا. ده معتمد على شعب بيسدد، ده معتمد على الكنيسه في الثلاث مناطق دول. انا عايز اقول لكم انه كلموني تاني، انا رجعت كلموني تاني يوم، ما كناش كلنا عارفين رئيس لبنان كان فين، جه مصر، اردن، لبنان. الراجل من غير ما ياخد باله مشي على الثلاث بلاد اللي حد فاهم حاجه، في حاجه بتحصل. النهارده الصبحيه فقط حد كلمني من، انا عشان اخواتي موجودين، بس حد كلمني من بلد غريب، يعني مش عايز اقول من انهي بلد، يعني ماشي، بيكلمني بيقول لي في حاجه هتحصل في الاردن. قلت له ايه اللي هيحصل في الاردن؟ قال لي في حاجه هتعمل نهضه في الزمن اللي جاي في الاردن. الزمن اللي جاي ده، الايات دي، من سمع مثل هذا، من راى مثل هذه، هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ الرب يدور على الصوت يخرج من الكنيسه في الثلاث بلاد دول، في الاردن وفي مصر وفي لبنان، يصدق بالغير معتاد. انتوا لازم تصدق. بصوا، ممكن يكون حد قاعد يقول اي يا عم انا مالي بالاردن، اهلا وسهلا بيهم في الاردن، بس انا مالي بالاردن، انا عندي مشكله في البيت. اقول لك مشكلتك مهمه جدا، بس ما تنقلش تخومك وتجيبها تحت رجليك لانك بتلعن نفسك. مد تخومك، لان تخومك لها علاقه انك تصلي للاردن وتصلي لبنان وتصلي الشرق الاوسط وتصلي النهضه لبلدنا. لما بتنقل تخومك مشكلتك بتتحرر، لانك بتمنع عنك اللعنه، لانك بتقف في حجم البركه اللي في مقاصد الرب لحياتك. تولد امه في يوم، نعم، من ما سمع مثل هذا امور غير معتاده قبل ان ياخذها الطلق ولدت. ليه؟ لان كان في صوت من الهيكل. انتوا شايفين الايات ماشيه ازاي؟ دول مش موضوعين. في صوت من الهيكل خرج، الصوت من الهيكل ده كان عامل صوت ضجيج لان ده صوت الرب، فبيؤدي الى ايه؟ قبل ان ياخذها الطلق ولدت.
قبل أن يأتي عليها المخاض ولد ذكرا، من سمع مثل هذا؟ أمور غير معتادة. من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ يعني في يوم واحد الموضوع يخلص؟ هل تولد أمة دفعة واحدة؟ عدد 9، هل أنا أمخض ولا أولد؟ يقول الرب أنا المولد، هل أغلق الرحم؟ قال إلهك افرحوا ليه؟ لأن في 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 شفت بيحصل. عايز شجعك جدا، أنا أتوقع مفاجآت لحضور إلهي في بلدنا وفي البلاد المحيطة بينا بطريقة غير عادية، فجأة فجأة فجأة. وأنا عايز أرفع شهيتك، من فضلك ما تساومش، من فضلك ما تساومش مع باب اللي يقولك اهتم بنفسك، طبطب على نفسك. من فضلك وسع تخومك، وسع عينيك. إبليس نهب ذخائر الشعوب، نقل تخوم الشعوب. إحنا مش كده، خرج صوتك النهاردة لا مساومة.